يشهد ميناء عدن حركة تجارية نشطة بعد أن كان شبه مشلول لمدة طويلة نظرا للتدهور الأمني بالبلاد. إدارة الجمارك أكدت أن الميناء أصبح يخرج بشكل يومي من 500 أو يخرج من 500 إلى 600 حاوية وشاحنة من الميناء، ما ينعش الحركة التجارية مجددا. حركة نشطة يشهدها ميناء عدن بعد تحرير المحافظة من يد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. الميناء في أوج عصره، خاصة في الشهر الماضي بعد أن تم تصفية الأشياء المخلب الأمن في جولة كالتكس وما حولها، والميناء ولله الحمد يعني شقال ما بين 500 إلى 600 حاوية في يوميا نخرج. فعلى الرغم من الظروف الأمنية الصعبة التي أعاقت عمل عدد من الشركات والمرافق الحكومية، إلا أن الميناء يعمل حاليا بوتيرة عالية ويعج بالتجار وبضائعهم. هناك شكاوي من التجار من تأخير في الميناء وتأخير في نقاط الربط بين المحافظات وتأخير بالسيولة، عدم توفير السيولة من قبل البنك المركزي. الجدير بالذكر أن الحركة التجارية لميناء عدن توقفت بسبب أعمال النهب التي مارستها العصابات في بعض المدن الجنوبية خصوصا في لحج وعدن والضالع، واستيلاء تلك العصابات على أملاك التجار القادمين من الميناء، الأمر الذي جعل التجار يتوقفون عن إنزال بضائعهم في الميناء، ما تسبب في خسائر كبيرة على الضرائب والجمارك. زينب خرفاتي، الحدث.